مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير أمة. في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام نتحدث عن دور المرأة في بناء المجتمع. لا شك أن المرأة هي كل المجتمع، هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الجدة وهي كل عناصر المجتمع. نتحدث عن المرأة ودورها في بناء هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بدأ دعوته كانت السيدة خديجة خير معين له صلى الله عليه وسلم، ونجد المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها كل تقدير وكل احترام، وليس كما يدعي الغرب أو يدعي من يريد أن ينال من هذا الدين العظيم أن الإسلام أهان المرأة، على العكس تماما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استغل المرأة خير استغلال في بناء الأمة وفي بناء المجتمع وفي تربية النشء وتربية الأطفال. نتعرف على هذا الموضوع القيم في هذه الحلقة بصحبة ضيوفنا الكرام. معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عماد مهنا، أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو علماء مصر. أهلا بك دكتور عماد. أهلا بك دكتور. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ جابر طايع من علماء وزارة الأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة. أهلا بك فضيلة الشيخ جابر. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ إسلام النواوي من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك. وأرحب أيضا بضيوفي الكرام الذين شرفونا بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بكم جميعا. بداية نبدأ مع فضيلة الشيخ جابر طايع. لا شك أن المرأة هي عنصر من عناصر المجتمع الهام جدا، وهي إن لم تكن هي المجتمع كله فهي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الجدة وهي يعني كل حياة الإنسان. حدثني كيف يعني استغل النبي صلى الله عليه وسلم قدرات المرأة في بناء المجتمع وفي بناء النشء وفي بناء أخلاقيات هذا المجتمع عن طريق الأم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معذرة أن أقول لك كيف استفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرأة. نعم، استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من المرأة، فالمرأة هي عنصر فاعل في حياة الأمم. نعم، المرأة أم، زوجة، ابنة، ولا تخلو حياة من أم أو زوجة أو أخت أو بنت لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أول من أعانه على إقامة الإسلام وإقامة هذا الدين وكانت تقف بجانبه عندما يقول ذملوني ذملوني، كانت السيدة خديجة رضي الله عنها عندما تقول والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل تقري الضيف وتفعل كذا وتفعل كذا، وتقف وتؤازره من أجل بلوغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عليه الصلاة والسلام، ولم تسيء الظن به ولم تسفه هذا الأمر أو الأمل وهو الوحي من السماء، وإن كان غير معهود هذا الأمر وهذه الحالة، لكنها تعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى. الإسلام عني بالمرأة أيما اعتناء، فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وكرم الإسلام البنت فجعلها ترث نصف الرجل، وكرمها كأخت، وجعل الشقيقة ترث أيضا في أخيها وترث في أبيها ميراث، وعندما تعود المسألة يعود لها قد تصل في ميراثها أكثر من الرجل. وإن كان الغرب يعني ينظر إلينا نظرة على أن المرأة نصف الرجل في الميراث، لا، قد يكون بعض مواريث النساء تصل بطرق المواريث المعروفة لدى علم الميراث سواء من عول المسألة أو غيره تصل إلى أنها ترث أكثر من الرجل. نعم، فهي تأخذ نصف نصيبها ماديا ويلحقها النصف الآخر معنويا وأدبيا من قوامة الرجل سواء كان أخوها أو أبيها أو زوجها لها. فالإسلام رأينا كيف أن المرأة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين في الهجرة يكون لها دور بارز. نعم، تقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمي عنه وترسل إليهم الطعام والزاد وهو في غار حراء مع سيدنا أبي بكر الصديق. نعم، حتى لا يصل إليه.
رأينا في الثورات حتى في ثورة 25 يناير وفي 30/6 لو نظرت وخرجت في هذه الثورة تجد معظمهم شباب ونساء، شباب ونساء، يعني معظم النساء هي التي كانت تخرج، والمرأة رغم أن كينونتها ضعيفة ولا تقوى على شيء على ما يقوى عليه الرجال إلا أنها لديها قلب كان قلب أسد، فهي تخرج في المظاهرة وتخرج في الثورة وتحمس الرجال وتحمس وتقف بجوارهم. فوجدنا أن المرأة فعلا في بالنسبة للمجتمع المصري كانت هي عمود فقري في حياة الناس، وهي في الإسلام أيضا كانت لها مكانة عالية عني الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحسنت فضيلة الشيخ جابر. وأنتقل للأستاذ الدكتور عماد مهنا، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور عماد، يعني لا شك أن المرأة لها حقوق في المجتمع وهي عنصر فاعل في المجتمع، يعني حدثني كيف يمكن أن نجعل المرأة عنصرا عاملا فاعلا في المجتمع يبني هذا الوطن اقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا وسلوكيا؟ يعني نتمسك أو نتكلم على الجانب الاقتصادي وهو اختصاص فضيلتكم. يعني الحقيقة المرأة هي سر الاستقرار النفسي والاجتماعي في أي مجتمع، وهي المفتاح السلام الاجتماعي في أي دولة. واعتقد انه تهميش دور المراه في المراحل اللي فاتت او في العقود الماضيه كان له الاثر السلبي الكبير على انحراف الابناء وانحراف المجتمع باكمله. واعتقد انه زي ما اشار مولانا انه الاسلام اعاد للمراه مكانها واستخدمها في موقعها السليم لتحقق الاستقرار الاجتماعي والشخصي والمجتمعي. النهارده مشاكل الشباب معظمهم عدم قدرتهم على الزواج، وده لأنه في جزئية مفتقدة منه وهذا يؤثر على عطاء. موضوع دور المرأة في تحقيق التوازن المجتمعي وبناء دولة قوية يعود من فهمنا لدور المرأة الصحيح، ليس فقط في تربية الأبناء ولكن في نواحي عطائها المرغوبة. إذا حبت أن يكون لها دور في مجال السياسة أو حبت أن يكون لها دور في مجال الاجتماع، وزي ما أشار مولانا أنها كانت بتخرج في الثورة، ويمكن في الانتخابات شفنا أن معظم المصفين في الطوابير كانوا من النساء. أنا لا أتفق مع ما قيل أننا نحتاج إلى ثورة دينية. ما نحتاجه هو إعادة صياغة للمفاهيم الدينية حتى نفهمها بمعناها الصحيح وبمنطقها الصحيح وبأولوياتها الصحيحة. وأعتقد أن المرأة لها دور كبير، تفهم المجتمع الغربي وتقدم به على مفهومه، وهذا لا يتفق مع كثير من الإباحية في كثير من الأحوال. ولدينا البديل من الناحية الإسلامية أن يكون للمرأة دور كبير وحدود لهذا الدور حتى نحافظ في النهاية على مكانة المرأة وكرامتها في هذا الطريق من العطاء. أحسنت دكتور عماد. وأنتقل لفضيلة الشيخ إسلام النووي. الشيخ إسلام، يعني لا شك أن المرأة وبخاصة في سن الشباب هو سن العمل وسن العطاء أكثر من كبيرة السن، يعني حدثني كيف يمكن أن نستغل الفتيات والشابات في خدمة هذا الدين وخدمة الوطن وخدمة بناء هذا الوطن الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا دايما بحب أبدأ من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أنا دايما يعني عارفين قيمة المرأة ومكانة المرأة ظهرت مع بداية الدعوة من قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف أنه نبي. عليه الصلاة والسلام. ينزل من الغار مرتعدا، أول ما يستقبله حضن أمنا خديجة. نعم. وكأن خديجة انتقلت رضي الله عنها من كونها زوجة إلى كونها وطن. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خد بالك من التعبير القرآن لتسكنوا إليها. نعم. فجعل المرأة سكنا لزوجها وهو سكن له، وهي عنوان زوجها وهو عنوانها. ولذلك في الآية لم يشر إلى أي عملية جنسية، أشير إلى مودة ورحمة تسكنوا إليها، وكأن الأمر متعلق بعنوان مشروط. صحيح. أنت في سكنك. ولذلك كانت ضمت أمنا خديجة رضي الله عنها لرسول الله وطنا فهدأ. عند مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة كانت المفارقة في حجر أمنا عائشة، ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وهي تهدهد عليه، إنها أصبحت غلافا للدعوة.
أصبحت المرأة غلافة لدعوة. ولذلك أخشى ما أخشى أن تكون قضية إثارة أو إثارة قضية المرأة هي حرب على الإسلام. ولذلك أنا عايز أقول يا أستاذ أشرف أن هناك فرق بين الدين والتدين. أنا عارف حضرتك معاك دكتوراه، بس أنا أحب أصفك بالأستاذ لأنك ما شاء الله أعطاك الله تبارك وتعالى الأستاذية في عرض الأمور. ربنا يكرمك. عايزين نفرق حاجة بسيطة أوي بين الدين والتدين. الدين هو الواقع، هو الأمور السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى للعباد ليتعاملوا بها، دي ما فيهاش زيغ ولا التباس. التدين هو التطبيق، فمن الممكن أن تجد شخص ملتحي أو يدعي أنه شيخ أو حافظ القرآن يكذب، ده مش دين، ده إيه؟ ده تدين. فيجوا يقولوا القرآن كبت المرأة، القرآن قال للمرأة ألا تخرج بدون محرم. أعتقد أن دي قضية في المجتمع الدولي الحديث تعمل مشكلة جدا. أقول حضرتك أن الدين عندما قال هذا عمل المرأة على أنها جوهرة، هذه الجوهرة متلألئة متألقة، لا يجوز أن تكون مشاعا لكل الناس، فعين لها حارسا، هذا الحارس يكون أبيها أو زوجها أو أخيها الذي يريد أن يفرض سلطانه عليها. فجعل الله تبارك وتعالى الرجل حارسا لها ليس سجانا، ده الدين. التدين بقى التدين غير كده خالص. ولذلك تجد من الأخطاء الشائعة واحد تزوج دكتورة في الجامعة عندها مؤتمر، فينزل يتفاخر قدام أصحابه أنه منعها من السفر. لا، على فكرة الإسلام ما قالكش القوامة عشان تعمل كده، الإسلام قالك القوامة علشان تحافظ عليها. تيجي يقولك الإسلام أباح للمرأة للرجل أن يسير بدون مكشوف الرأس، طبعا إحنا مش مكشوفين الرأس، إحنا مشايخ فبنلبس الأمة، والمرأة لا. فنقول أنها أيضا جوهرة ولذلك الإسلام يحافظ عليها. يقول لك طب لو سمحت بقى، احنا عندنا مشكلة جدا خطيرة جدا في قضية المرأة في الدين، عندكم نص ثابت لعن الله قوما ولوا أمرهم لامرأة، وهي دي المشكلة. الناس اللي طلبت تجديد للأسف بتاخد اجتزاء النصوص. خد الموضوع كله، خد قصة الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من فارس، ناس جايين من فارس يتفاوضوا مع النبي، لم يعجبهم فكرة الإسلام، تفاوض معهم النبي فلم ترق قلوبهم، كان رئيسهم امرأة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه أن هذا النظام السياسي الذي على رأسه امرأة سيفسد، مش عشان المرأة. ولذلك وجدنا القرآن يشيد بحكم ملكة سبأ، صحيح، مع أنها امرأة. لماذا؟ لأنها قالت أفتوني في أمري. صحيح. ويهين أو ينقض حكم فرعون مع أنه رجل، فاستخف قومه فأطاعوه. ولذلك علماء الأمة سلفا وخلفا أنه ليس هناك مشكلة في تولي المرأة مناصب إلا الولاية العظمى، وكان السبب في الولاية العظمى حاجة أن الخليفة المسلمين لابد أن يصلي بالمسلمين ويخرج بالجيش. هاخد دقيقة واحدة، معلش أنا آسف، دقيقة واحدة. هل عملت المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام اشتغلت كل الشغلانات، كل الشغلانات. صحيح صحيح. اشتغلت معلمة، رئيسة جامعة، سيدة عائشة، خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. حميراء، صحيح. وعلى فكرة الحميراء مش 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 للمعنى السيء، الحميراء يعني وشها كان نضر، فقال الحميراء يداعب زوجته. المرأة اشتغلت طبيبة، سيدة رفيدة الأنصارية، كانت في كل الحروب تضرب خيمة معروفة بخيمة رفيدة، وكان الإشراف العام على الخيمة دي من رسول الله، يقف على باب الخيمة ويقول كيف حالهم يا رفيدة. المرأة اشتغلت مدافعة، بس ما كانتش مجندة في الجيش، في 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 غزوة أحد. صحيح. أم عمارة وقفت وتلقت من الطعنات عن رسول الله في الوقت الكفار أشاعوا أن النبي قتل والمسلمين ينفضوا، أم عمارة وقفة جنب رسول الله حتى غارت أعظم كتفها، يعني عظم كتفها أصبح كخنجر يطعن فيها، فقال لها رسول الله يا أم عمارة سلي ما تشائين، قالت مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قالت أنت وأهلك. المرأة كانت مستشارة لرسول الله. صحيح. صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت يزيد بن السكن. نعم. خطيبة النساء لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين عني بالمرأة، لكن أقول لكل مرأة إياك أن تظني أن أنوثتك سبة، أنوثتك سلاح، فهي أنت صاحبة رسالة قبل أن تكوني طبيبة ومعلمة وداعية للناس ومهندسة، أنت أم، أنت مصنع، أنت أعطاك الله تبارك وتعالى سر من أسرار الحياة، إياك أن تنخدعي. ولذلك من سور امتهان المرأة
أن تعامل المرأة كرجل. صحيح. ألا نراعي طبيعتها، ألا نحترم أنوثتها، ألا نحترم السر الذي أودعه الله فيها وهو سر الحياة. نشكر فضيلة الشيخ إسلام النواوي، ونخرج الآن مشاهدين الكرام إلى هذا التقرير ثم نعود ونكمل الحوار، فابقوا معنا. والله الأم طبعا دي هي لها دور كبير. الأم يعني المفروض دورها أن هي تعلم أولادها إزاي، يعني أول عيل ما يبلغ الرشد المفروض تعلمه على الصلاة، على الأخلاق، إزاي يحترم الكبير، إزاي في المدرسة يعامل المدرس بتاعه ولا العميد بتاعه في الكلية. فطبعا الأم لها دور كبير، يعني المفروض توعي ابنها على كل حال من أول ما يبلغ سن الرشد. الإسلام أكتر دين كرم المرأة كأم، لأن هو الجنة تحت أقدام أمهاته. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فدور الأم دور كبير في المجتمع. إذا أعددنا الأم من البداية من الطفولة، البنت الصغيرة دي مصيرها في يوم تبقى أم. فإذا أعددناها الإعداد السليم هتصبح أم مثالية لأبنائها، هتربي جيل جديد نظيف قائم على الأخلاق وعلى الدين. الأم هي كل شيء في الإسلام. الإسلام كرم الأم، والإسلام ورب الإسلام جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. فإن لم ننهض بالأم ضاعت الدولة. فإلا لازم ننهض بالأم، واحترامنا للأم احترام كل وجزئي، إن لم يكن ذلك ضاعت الدولة. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأرحب بضيوفي الكرام في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأرحب أيضا بضيوفي الجمهور المشارك معنا في حلقة اليوم. ومن لديه سؤال يوجهه لضيوفنا الكرام فليتفضل. بعد أن استمعنا من هؤلاء الضيوف الكرام إلى هذا الكلام الطيب المبارك، إذن فماذا نقول لهؤلاء المتشددين والمتطرفين الذين ينظرون إلى المرأة نظرة سوداء ويقولون أنها لا تعمل ولا تتعلم ولا تخرج من بيتها إلا إلى قبرها وهذا الكلام؟ فنريد في كلمات بسيطة أن نرد على هؤلاء المتشددين والمتطرفين. أحسنت فضيلة الشيخ، تفضل فضيلة الشيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال أيضا من الأهمية بمكان. بعض الناس ينظر إلى المرأة أو يريد أن يقزم دور المرأة ويحجمه ويجعلها دائما يطلق عليها المرأة عورة، سواء كان صوتها أو كلها عورة. وأنا أقول لمن ينظر إلى هذه النظرة، هو الذي عورة. لماذا؟ لأنه عندما تقول أن المرأة عورة تهدر أكثر من 60% من طاقة المجتمع. المرأة ليست بعورة بل منتجة، فهي تربي الولد، وهي كانت في المناصب القيادية، وكانت في مراحل التعليم. وأخيرا عرفت معلومة أن فاطمة بنت الخديوي توفيق هي التي تبرعت بأرض جامعة القاهرة. صحيح صحيح. يعني تخيل أرض جامعة القاهرة على التي خرجت أجيال تلو أجيال ملك امرأة فاطمة بنت الخديوي. فكيف لنا أن ننكر دور المرأة؟ ولكن هو ما ينقصنا نحن هو الفهم. ولذلك دائما أقول أن الفهم يأتي قبل الإخلاص. يعني لو واحد سئل أن أخلص لله عز وجل ولا أفهم أحسن، أقول له أن تفهم أفضل. لأن كم من مخلصين لأفكار هدامة ماتوا في سبيلها وظنوا أنهم شهداء من في سبيل فكرة معينة، وهم لم يفهموا أن هذه أشياء، وبل يريدون أن يمدوا اليد للمراجعة وللتوبة ولكذا بعدما أهدرت دماء وأريقت مقدرات مجتمعات وضيعت فرص من أعمار البشرية وذهبت مقدرات دول، ويريد أن يرجع عن أفكار ظنها وأخلص لها لله عز وجل. نعم. ولكن الله عز وجل يقول لنا في القرآن ففهمناها سليمان. نعم. وقالش علمناها. لا، ففهمناها سليمان. ومن يرد الله به خيرا. نعم. يفقهه في الدين. نعم. ولا فقيه واحد. نعم. أشد على إبليس من 1000 عابد. صحيح. يبقى الفقه والفهم أن المرأة، النساء شقائق الرجال. صحيح. ولما منعت المرأة عن الذهاب إلى المسجد قال لا تمنعوا إيماء الله بيوت الله. نعم. لا تمنعوها. فهذا صحيح. الأمر مردود على أصحابه. أحسنت. شكرا. أحسنت فضيلة الشيخ جابر طايع. ومن لديه سؤال آخر فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة هو ليس بسؤال لكنه بيان. المرأة، نحن الآن لسنا بصدد الدفاع عن المرأة، فقد أعطاها الله عز وجل حقها، ورسول الله أعطاها حقها، ونحن نعلم حقها، وكل المجتمع يعلم حقها. ولما لها من حق، ولما علم الغرب الذين يفعلون ما يفعلون ليهدموا الأمم، لما علموا من ذلك، قال أحد المستشرقين: إذا أردت أن تهدم مجتمع فعليك بثلاث: العالم، والمرأة، والمدرس. العالم أيا ما كان، عالم دين، عالم في مجال ما، المدرس في فصله وفي مدرسته، والمرأة في بيتها. قلوا ما سمعتم واستغفر الله. يعني ندعو الله عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. الآن مع سؤال حلقة اليوم للجمهور المشارك معنا في هذه الحلقة، وسؤال حلقة اليوم يقول: من هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين. السيد إبراهيم حسن إمام وخطيب مديرية أوقاف الجيزة، سيدنا حذيفة بن اليمان. أحسنت، إجابة سليمة وصحيحة. تفضل تستلم الجائزة. شكرا. والآن مشاهدينا الكرام نخرج إلى هذا الفاصل، وسؤال حلقة اليوم للمشاهدين في المنازل انتظرونا بعد هذا الفاصل. سؤال حلقة اليوم: من أول من صنف تفسيرا للقرآن الكريم بالإسناد؟ الإمام مالك بن أنس، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن عباس. مشاهدينا الكرام، تابعوا حلقات البرنامج على موقع youtube.com/ERTU. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وفي نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور عماد مهنا، أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو مجلس علماء مصر. شكرا دكتور عماد. كما أشكر أيضا فضيلة الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة. شكرا شيخ جابر. وأشكر أيضا فضيلة الشيخ إسلام النواوي من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا كل من شرفنا في قاعة المؤتمرات بهذه القاعة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. نشكركم، شكرا جزيلا لكم. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وبإذن الله تعالى نلتقي معكم في حلقات قادمة، وبرنامجكم خير أمة.